وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود بسبب أزمة صحية، وهو متزوج من الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبد العزيز، ولهما 4 بنات وثلاثة أولاد هم سلطان وفهد ومحمد. الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود الذي عين مستشارا لخادم الحرمين الشريفين. وأعلن الديوان الملك السعودي في بيان اليوم الجمعة وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلي عليه يوم غد السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الأمير تركي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض، والماجستير في الاقتصاد في المملكة المتحدة عام 1978، فيما حصل كذلك على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لندن عام 1982. تقلد الفقيد عدد من المناصب المهمة داخل المملكة حتى عين مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير سنة 2016. رحم الله الفقيد وأسكنه في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.